حضراتكم حلقة جديدة من برنامج من مصر. بنجدد معاكم اللقاء النهاردة، فقرات وحوارات وأخبار كمان متنوعة. وقبل ما نبدأ الحلقة بتفاصيلها وكل الموضوعات اللي عندنا، برحب بعمرو خليل. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا ريهام؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ والله يعني كنت متابعه الاداء والشغل الجميل اللي انت كنت عامله. الله يخليك. الله يخليك. واللقاء مع فضيله الشيخ الرائع. الحمد لله على السلامه. والاسئله الحلوه اللي بتجي لكم اللي بنستفيد منها ومن اجابات فضيلتك. بس انكشك بس في الياقه. بنظبطها قبل الهوا. لا يا جميله ما شاء الله. شويه قد كده. مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده بنتمنى ان شاء الله تكون فيها فقرات تنال رضا حضراتكم. هيكون معنا النهارده فقره رئيسيه مهمه جدا حول المبادرات الصحيه، مبادرات متنوعه شهدها عام 2019 في مجالات كتير، في مجالات فيروسي، في مجالات الطفوله، في صحه المراه، في مجالات الحقيقه كتير جدا. ان شاء الله نفرد لها مساحه النهارده عشان اللي ما عرفش يعرف واللي ما جربش يجرب، وتبقى حافز للناس انها تستفيد من هذه المبادرات. احسن حاجه حصلت في 2019 الحقيقه المبادرات والصحه تحديدا. وانا تعبانه شويه، صوتي متغير بس يعني الحمد لله كله تمام. فالحديث عن الصحه واهميتها والوقايه والعلاج شيء مهم جدا، خاصه في الاجواء اللي احنا بنعيشها دي المتغيره. كلنا بنتكلم اليومين دول عن الانفلونزا وخدوا بالكم والاطفال والبرد. فالمبادرات دي فرقت في حياتنا قوي، كانت نقله كبيره. في ناس اطمنت وفي ناس لحقت الموقف وفي ناس بتتعالج والعلاج موجود والادويه موجوده، وده احلى ما ده حقيقي. وده هنلقي عليه الضوء النهارده، حصاد للقطاع الطبي والمبادرات اللي حصلت في القطاع الصحي الحقيقه في 2019. كمان هيكون معانا، احنا دايما بنحاول كده نلقي الضوء مع حضراتكم على الوجوه الجميله اللي من مصر، الوجوه المشرقه اللي تعودنا عليها واثرت فينا. النهارده هيكون عندنا ضيفين الحقيقه مميزين للغايه، كل واحد فيهم هم طبعا الاثنين في المجال الفني، لكن الاستاذ صلاح الشرنوبي اللي بنقول له كل سنه وحضرتك طيب هيكون معانا النهارده برضو. هنتكلم على المسيره الفنيه ونتكلم على محطات في الحياه، وكمان هيكون معانا مفاجاه تانية كمان. احنا بننقي الناس وبنختار الناس اللي هي فعلا سايبه بصمه، سايبه بصمه بطلتها، بضحكتها، بدور ممكن واحد بس عملته، بتاريخ كبير. النهارده اخترنا طفل مهم جدا في اعمال دراميه مهمه وقيمه كبيره في الدراما المصريه، زي الوسيه على سبيل المثال، وزي بوجي وطمطم في حياه الاطفال الاشهر تقريبا على الاطلاق بلا منافس لحد النهارده هذا البرنامج. وبالتالي الطفل احمد عزت هو نجمنا النهارده، لانه ليه صوره مهمه قوي لما كبر ومع اولاده، ما شاء الله الصوره ملفته قوي لانه التغير كبير جدا حقيقي. والفرق واضح. وحبينا بقى نسمع رأي وردود الافعال والاصداء بعد الصوره دي، شايف ازاي اهتمام الناس بيه وازاي الناس فاكراه. وفي نفس الوقت ناخد شويه كلام كده عن زمان. علي البدري في ليالي الحلميه، تخيلوا علي البدري الطفل في ليالي الحلميه كبر ازاي وبقى ما شاء الله يعني عنده اطفال زي الورد. فشخصيات جميله الحقيقه، وجوه جميله من مصر يسعدنا الحقيقه ويشرفنا ان هم يظهروا ويطلوا على حضراتكم من خلال برنامجنا. ندخل في اخبارنا النهارده، عندنا اخبار مهم جدا. النهارده كان في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان، لمتابعه محاور استراتيجيه وزاره الصحه والسكان، وكمان الخطوات التنفيذيه في محافظه بورسعيد فيما يتعلق بمنظومه التامين الصحي الشامل، وايضا نتائج المبادرات الرئاسيه المتعلقه بالصحه العامه واللي ان شاء الله هنناقشها مع حضراتكم الليله. الرئيس وجه بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل، دي مبادرة جديدة، مبادرة مخصصة لهذه الشريحة من السيدات، وطبعا هنتكلم برضو بالملايين. إن شاء الله هتنطلق بعد أيام قليلة في أول يناير للكشف عن الأمراض المتعلقة بالأم الحامل ومنع انتقالها طبعا إلى الجنين، ده طبعا على سبيل العلاج والوقاية. كمان الرئيس كان ليه لقاء آخر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور معيط لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019-2020، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددا سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجيات وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلا عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية. وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة، وجه السيد الرئيس بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير المقبل. الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية والبشرية والطبية والمالية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة. دمياط مكان جميل في مصر في كل حاجة الحقيقة، مكان جميل بنظافته بحضارته بقيمته وتاريخه وبناسه وأهله الحلوين، لكن لما بنقول دمياط بنقول الأساس، بنقول البيت الحلو اللي مفروش كويس لأنه من دمياط. الناس لما بتيجي تجهز بتقول هنجيب كذا وكذا من دمياط. دمياط هي الأشهر والأمهر في صناعة الأثاث، هي قلعة الأثاث تقريبا في جمهورية مصر العربية، ده إذا ما كانش في المنطقة العربية. دمياط ممكن نلاقي ناس من جنسيات أخرى بتيجي علشان الخشب، الأداء والجودة العالية اللي بتتقدم، كل الصفات موجودة في أثاث دمياط اللي أي شخص ممكن يطلبها علشان الأثاث ده يعيش معاه سنين وسنين. تربعت على عرش صناعة الأثاث في مصر والعالم لعقود، وبعد ما حصلت بعد كل اللي قلته ده حالة للأسف من الركود، من الكسل شوية عند الناس، ممكن يبقى حصل بعض التراجع علشان كان في مشاكل اقتصادية، ماديات، حاجات مطلوبة في المهنة دي، في الحرفة اللي هم واخدين على انه يكون كل شيء متوفر فيها وموجود. بالتالي الدنيا كانت هادية شوية، لكن دلوقتي في تشجيع، في اهتمام من الدولة، رجعت من جديد دمياط بقوة بعد الجهود الكبيرة اللي تقدمت من قبل الدولة. من أهم الجهود دي إنشاء مدينة دمياط للأثاث. مؤخرا تم إطلاق مبادرة جديدة للتطوير وللترويج والتسويق قامت بها شعبة الأثاث بالغرفة التجارية في دمياط. أطلق على المبادرة الجمعة البيضاء الدمياطية. قبل ما نشوف التقرير بوعد حضراتكم أنه من مصر هيكون في هذه المنطقة الجديدة الجميلة الحلوة اللي بتنعش الحالة الحرفية والمهنية العالية اللي بتشتهر بيها دمياط. هنشوف الزوايا ووجهات النظر أيضا بشأن دمياط الجديدة في من مصر إن شاء الله في الفترة اللي جاية دي خلال أيام. خلينا بقى دلوقتي نتابع هذا التقرير وهذه المعلومات عن دمياط الجديدة. رغم أن مصر بلد غير منتج للأخشاب، إلا أن محافظة دمياط تمتلك ما يقرب من ثلثي صناعة الأثاث في مصر، فبها 1500 مصنع وأربعون ألف ورشة يعمل بها ما يقرب من 600 ألف عامل. دمياط تحرك أسواقها بما سمي بمبادرة الجمعة البيضاء. دمياط
قلعة صناعة الأثاث في مصر تتحدى الأسعار بخصومات تصل ل40%. بداية الحكاية من هنا، الغرفة التجارية بدمياط وعبر شعبة صانع الأثاث وبمشاركة 80 معرض. كانت هناك دوافع عدة للجمعة البيضاء وتوقيت اختيارها. معروف ان الوايت فرايداي او البلاك فرايدايز دي افكار بتبقى موجودة عشان خاطر تعمل بروموشن لمنتج معين بتخفيضات معينة علشان تعمل جذب او اتراكشن للناس اللي بتبقى حابة الفترات دي للشراء. ومعلوم كمان ان التسويق هو اهم عنصر من عناصر اي بزنس في الدنيا، يعني فما ينفعش تبقى انت كدمياط اهم مصنع للاساس في مصر وفي المنطقة كلها وما عندكش الجانب ده، ما عندكش الجانب الترويجي او التسويقي اللي يعمل لك عملية جذب ويخلي العميل بتاعك يجي لك لغاية عندك. اسواق الاثاث في دمياط كان لها اسبابها للمشاركة في الجمعة البيضاء مما انعش سوق الاثاث الدمياطي. احنا اشتركنا في المبادرة دي على اساس ان احنا نعمل عملية ترويج، لان بيبقى فيه هدوء نسبي في الفترة دي في حجم المبيعات عشان فترة الدراسة، الفترة اللي بيبقى فيها شتاء، فبيبقى العميل مش مقبل او ان هو ينزل في الفترة دي يبص على المنتجات او الحاجات الموجودة كاساس موجود في دمياط. هذه العائلة السكندرية قبلتها لتجهيز ابنائها كانت دمياط، وذلك بسبب التخفيضات الهائلة في معارضها. جايين هنا عشان خاطر نشتروا عفش من دمياط، وتصادف ان في وايت فرايداي موجود في دمياط خصومات 40%، فدي حاجه كويسه جدا، وانا حاسس دي هتشجع العرسان ان هم يتجوزوا ويعيشوا حياتهم يعني، والاسعار تبقى كويسه. المبادره يمني صانع الاثاث بدمياط ان تعيد لهم مجد صناعه كانت يوما تلتصق بالصانع الدمياطي ببضاعه يريدون رواجها، فعتبات شهرتها تخطت حدود مصر. من مصر، محمد عبد العال. شكرا جزيلا يا محمد، شجعتنا. حتى ريهام كانت بتقول عايزه تروح دمياط تشتري انا اشتري بقى كده خلاص لما اروح اصور ان شاء الله، اتفرج واشوف لك معايا. طبعا حاجه جميله من مصر برضو يعني. الحمد لله ربنا موفقنا في اسم البرنامج، لان في حاجات كتير والله حلوه من مصر فعلا. لازم الناس تعرفها والناس تشوفها ونأكد عليها طبعا. يعني دي حاجه جميله اهي من مصر اهي، بدل يا جماعه ما نروح نشتري التركي اللي بيتخلع ده غير الحاجات الثانيه ولا الصيني. لما مع احترامنا وفي تجار شغاله وفي بيوت مفتوحه وكل حاجه تمام، لكن ده في ناس مفتوحه برضو، بيوت مفتوحة وفي شغل ومصانع وورش وحاجة جميلة يعني، فنشجع منتج بلدنا الحقيقة يعني. طيب نروح لخبر تاني، خبر مهم جدا بقى، ده خبر سياسي. النهاردة في 10 أحزاب سياسية عقدوا اجتماع في مقر حزب مستقبل وطن عشان يستكملوا الحوار الوطني اللي كانوا بدأوا او كان بدأ الحوار ده ما بين عدد من الاحزاب. ليه؟ عشان يناقشوا القوانين المنظمة للانتخابات، لان في استحقاقات مهمة جاية في الفترات القادمة. رؤساء الاحزاب العشرة اللي كانوا موجودين ناقشوا نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف على مشاريع القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات، عشان يبقى في شيء من مناخ سياسي جيد ان شاء الله خلال الفترة المقبلة، والاحزاب تقوم بدورها وتفعل تواجدها في الشوارع، وكمان الشباب تكون الاحزاب دي الحقيقة قبلة للشباب وجاذبة للشباب الحقيقة. فخلونا نشوف التقرير اللي جاي اللي بينقي الضوء على هذا الاجتماع المهم النهاردة. جلسات دورية متتالية تعقدها 10 أحزاب سياسية مصرية في مقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، وذلك لاستكمال الحوار الوطني حول القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي تتمثل في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية. احنا كنا الاول 7 أحزاب، حاليا 10، انضمنا حزب الوفد، حزب المؤتمر، حزب التجمع. كنا بقى في نقاش وحوار مجتمعي، ما بالك بحوار احزاب، لان دي برضو سياسة بتقلل قوي الخلافات داخل مجلس النواب. بتلاقي مشاريع القوانين المهمة اللي الكل هيستفيد منها بتمر أسرع، ومش أسرع بس بتمر أسرع وبتوافق. الأحزاب المشاركة في ملتقى الحوار الوطني هي مستقبل وطن والوفد والتجمع والإصلاح والتنمية والعدل والمصري الديمقراطي والغد والشعب الجمهوري والمحافظين والمؤتمر.
احنا منفتحين على دعوة الحوار ونتمنى انها تؤتي بثمرها، واحنا بنناقش عدة نقاط على رأسها نقطة الاول مناخ السياسي اللي قبل الانتخابات، والنقطة الثانية نقطة الانتخابات، والثالثة نقطة ضمانات ونزاهة العملية الانتخابية. يجب حتى الان لم تخرج القوانين التي ستجرى عليها هذه الانتخابات، فيجب مشاركة كل قوى سياسية في وضع قوانين يتفق عليها ويرضى عليها الشعب المصري. فمجرد ما وجهت لنا الدعوة قرر رئيس الحزب يفيد نوابه والسكرتير العام لحضور هذا اللقاء والتباحث والتشاور في كل الشأن. إذا بنتكلم على قوانين انتخابات للفترة الجاية، ضروري أن يبقى فيه يعني أكبر عدد من الأحزاب اللي بتشارك عشان تقدر كمان تدلي برأيها في ما هو القوانين المناسبة للمرحلة الجاية دي، سواء للمحليات أو لمجلس الشيوخ أو لمجلس الشورى. دي كانت جولة ما لم يتطرق الحوار في الجولات السابقة إلى مناقشة تفاصيل العملية الانتخابية نفسها وقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأعتقد أن هذه الجلسة أيضا لن تتمكن من ذلك، الأمر في حاجة إلى لجنة الخبراء وهو متفق عليه في المرة السابقة، لكن دعوة مزيد من الأحزاب اقتضى أن يكون هناك جولة أخرى عامة أكثر. رؤى متعددة لا تزال يجري حولها المناقشات بين الأحزاب المشاركة في الحوار، وذلك حول كيفية تنظيم وطريقة الانتخاب بالقائمة أو الفردي أو الخلط بينهما بنسب معينة. ولعل مشاركة الأحزاب السياسية في حوار مجدي سيعود بالإيجاب على الحياة السياسية المصرية، فضلا عن أهمية الحوار ذاته الذي سيأتي بمكتسبات حقيقية من خلال فتح المجال العام. عدد من الوزراء ومن المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أرسلوا برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. في هذا السياق عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقد اجتماع مع عدد من المساعدين للوزير ومع القيادات الأمنية. الاجتماع ده كان خاص ببحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، وطبعا هتشهد عديد من الفعاليات، هتشهد الكثير من التجمعات والاحتفالات، وبالتالي كان هناك أيضا الكثير من التوصيات. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، كما تواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية التي تشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات، حيث استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين، وتابع مع القيادات الأمنية الاستعدادات وخطط انتشار القوات، ووجه برفع درجة الاستعداد إلى القصوى والارتقاء بمعدلات الأداء، مشددا على ضرورة التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المحتفلين والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية مع سرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات. وأكد على ضرورة أن تواكب الخطط الأمنية ما يفرضه الواقع من تحديات وصولا إلى تحقيق أمن الوطن واستقراره، بما يعزز مسيرة التنمية والبناء ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية. وشدد على ضرورة وجود المستويات الإشرافية لمتابعة خطط التأمين وتنفيذها على الأرض مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل المستمر والانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بكل حسم والتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وأشاد بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار. ميدانيا شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والميادين ومحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية انتشارا أمنيا مكثفا.
تنفيذا لخطط تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حيث تجوب قوات التدخل والانتشار السريع الشوارع والميادين للتصدي لأي خروج عن القانون، كما ارتكزت الخدمات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية مجهزة بأحدث التقنيات ومجهزة بعناصر مدربة للتعامل السريع مع المستجدات الأمنية، إضافة إلى عمليات التمشيط المستمر في محيط المنشآت الهامة والحيوية. كل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير مظلة من الأمن والأمان للمحتفلين في كافة ربوع الوطن. يا رب يديم علينا وعلى بلدنا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله، وتكون الاحتفالات في هذه الأيام الجميلة أيام الأعياد احتفالات في أجواء من السعادة والفرحة والبهجة بإذن الله، ويسودها الأمن والأمان على وطننا الحبيب بجهود الرجال اللي حضراتكم شفتوهم في التقرير، رجال وزارة الداخلية ورجال القوات المسلحة، الناس اللي سهرانة والناس اللي شايلة أرواحها على كفوفها عشان خاطر الناس تبات في أمان وتعيش في أمان وتعيد في أمان، وراحت بال الحقيقة على نفسهم وعلى أولادهم. نخرج للتقرير الإخباري دلوقتي اللي بنرصد فيه أهم أحداث اليوم في من مصر، وبعد الفاصل إن شاء الله هيكون لينا وقفتين جمال مع الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والفنان أحمد عزت، خليكم معنا. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أو عدم ترخيصها خلال عام 2019، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية حرصا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بالأشخاص أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة، وأكدت الوزارة أنه جاري العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وميكنة مكاتب التأهيل بشكل كامل، وتدريب الموظفين والاستعانة بمكلف الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إطلاق التيار في خط الربط مع السودان بدءا من 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجا وات، مشيرة إلى أنه يجري مشاورات لتنفيذ مشروع الربط مع قبرص على مرحلتين وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان. قال البنك المركزي المصري إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 بمناسبة انتهاء السنة المالية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الغد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.